السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعة لعقلة الفيكس الديكورة التي تم زراعتها من حوالي شهرين، النهاردة هنبدأ نشوف كده الدنيا عملت ايه، هل بدأت تطلع جذور، هل حصل اعفان للعقلة، هل ايه الاخبار، وصلنا لحد فين. هنقوم بقلب القصيص ما شاء الله، الجذور تظهر من أسفل التربة. الحمد لله تم التجذير للعقلة. طبعا هنعيد زراعتها مرة أخرى وإعادتها للقصيص. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.